أهلا وسهلا بكم من جديد. كشفت المملكة العربية السعودية في أكتوبر الماضي عن خطة طويلة المدى تهدف إلى تحديد سقف أعلى لعدد العمالة الأجنبية طويلة الإقامة في البلاد بحيث لا يتجاوز 20% من العدد العام للسكان في مسعى للمحافظة على التركيبة السكانية. وبلغ عدد الأجانب في آخر تعداد سكاني رسمي أكثر من 8 ملايين نسمة مقابل نحو 19 مليون نسمة من المواطنين، مع أن نسبتهم تعادل 31% حاليا. وجاء الكشف عن الخطة خلال اجتماع وزراء العمل الخليجيين في 19 أكتوبر الماضي في أبوظبي. يأتي هذا الإجراء في سياق رفع منافسة العمالة الوطنية في مواجهة العمالة الأجنبية. فما هي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لوجود عدد كبير من الوافدين في السعودية؟ وكيف سيسهم تخفيض عدد الوافدين في خلق فرص حقيقية لطالبي العمل من السعوديين؟ ويأتي هذا المناقش الموضوع في هذا الوقت تحديدا بعد انتهاء موسم الحج بنجاح، والذي دائما بعده يكون هناك متخلفين على السفر، يكون هناك عمالة سائبة، ربما أحيانا يكون هناك عمالة موجودة ولكنها لا تعمل، أمور كثيرة، أو أنها تعمل في مهمات يستطيع السعوديين أن يعملوا فيها. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميل محمد الحبيب. كشفت السعودية عن خطة طويلة المدى تهدف إلى تحديد سقف أعلى لعدد العمالة الأجنبية طويلة الأجل في البلاد بحيث لا يتجاوز 20% من العدد العام للسكان في مسعى للمحافظة على التركيبة السكانية. فهذه الأحياء الموجودة داخل المملكة تجعل منها مدنا داخل مدن، مما يؤثر على الأمن ويؤثر على التجانس في المجتمع السعودي وعلى عاداته وتقاليده، ومما تتصدره هذه العمالة في زيادة نسبة الجرائم. زي سرقات، هذه طبعا تلقى مثلا واحد بنغالي والله سارق، حتى بعض الوقت من اخويانه والله البنغالي سارق بنغالي، جوالات، سرقات جوالات زي كذا يعني. عدد المقيمين في اخر تعداد سكاني رسمي بلغ اكثر من 8 مليون نسمة مقابل 18 مليون من المواطنين، ما يعني ان نسبتهم تعادل 31% حاليا. وبالتالي فإن العدد المرشح للخروج من السوق نحو أكثر من 2 مليون عامل. ومن ضمن الخطة الموضوعة في السعودية لتحديد سقف العمالة إعادة النظر في طريقة الاستقدام بشكل موحد، حيث أقرت 10 بنود يتصدرها تنسيق المواقف للتحرك ككتلة واحدة في قضايا العمالة الوافدة، مما يعني وجوب تحديد إعطاء فيز بشكل عشوائي أو المتاجرة بها. يستاجر شقة ويحطها مكاتب، لا لوحة على المكتب ولا سعودي ولا أي أحد عربي تقدر تأخذ تعطي معه. وبحسبة اقتصادية فإن هناك خسائر يعانيها أيضا السوق السعودي جراء التحويلات المالية، إذ واصلت تحويلات الأجانب العاملين في المملكة ارتفاعها لتصل إلى أكثر من 98 مليار ريال بنهاية 2010 بنسبة ارتفاع تبلغ 2% مقارنة مع 96 مليار ريال في 2009. لبرنامج هلا محمد الحبيب الرياض. لمناقشة هذا الموضوع معنا في استوديوهاتنا في الرياض أستاذ علم الاجتماع الدكتور إبراهيم الزبن، وأيضا الخبير الاستراتيجي والكاتب في الشأن الاقتصادي في صحيفة الوطن الدكتور سليمان العريني، وضيفنا الدائم في هلا. طبعا أبدأ معك دكتور إبراهيم. كشفت إحدى الدراسات الأمنية لوزارة الداخلية قبل عامين عن جرائم العمالة الوافدة في المملكة، إذ أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الأولى بين مناطق المملكة من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم بنسبة 47.4%، تليها الرياض بنسبة 28%. ما هي دلالات مثل هذه الأرقام، خصوصا إذا علمنا أن منطقة مكة المكرمة بها أكبر عدد من العمالة الغير نظامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية كل عام وانتم بخير، مبارك علينا لكم الشهر. بالنسبة للعمالة الوافدة، هذا الهم الذي أعتقد أنه يعني مستمر في المملكة، وكثيرا ما طرح هذه القضية سواء على مستوى المملكة العربية السعودية وعلى مستوى دول الخليج بشكل عام فيما يتعلق بالعمالة الوافدة والمشكلات المترتبة على نموها في المملكة وانعكاس ذلك على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. ربما المملكة تتضح فيها المسألة أكثر بسبب ظروف الجغرافية للمملكة التي تسمح بانتقال العمالة الوافدة بشكل أكثر من دول الخليج الأخرى، إضافة إلى توفر المشاعر المقدسة التي يفد إليها الحجاج
وبعضهم يتخلف عن العودة بالإضافة إلى موسم العمرة. هذه الآثار ربما لا تقاس بمقياس يومي أو مقياس شهري قد ما تقاس بمقياس سنوي. من خلال معدلات النمو والجرائم في المملكة نجد أن هناك جرائم ما يطلق عليها بجرائم الوافدين، وهذه الجرائم ترتفع معدلاتها خاصة عندما نتحدث عن بعض مناطق المملكة زي منطقة مكة المكرمة أو منطقة الرياض، كجرائم النشل وجرائم التزوير وجرائم الاختلاس وبعض الجرائم الأخرى التي قد تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل الوافدة. نعم دكتور سليمان أهلا وسهلا بك. على فكرة ترى القطار راح للشركة الإسبانية، التعاب الإسباني، تذكر تكلمنا عنه، يعني ما حضرت منه، ما حد استمع، مش الموضوع. وإن شاء الله راح نغني نفس الأغنية اللي غنيناها ذاك اليوم. أنا خلني في الموضوع عن اليوم، ألا ترى أن توجه تحديد سقف أعلى لنسبة الأعمال الوافدة جاء متأخرا خصوصا وأن له أثر مباشر على الاقتصاد وإتاحة فرص العمالة الوطنية؟ شكرا خالي، كل عام وانت بخير، والمشاهدات والمشاهدين والقيادة والشعب السعودي كله والأمة الإسلامية بكل خير. ونهنئ الحقيقة القيادة خادم الحرمين وسمو الأمير نايف ولي العهد حفظه الله بنجاح الحقيقة موسم الحج، وخصوصا من الناحية الأمنية والله الحمد، وهذا دائما وأبدا ديدا النواحي الأمنية في المملكة والله الحمد. ما يخص القطار بس، ما زال العرض قائم أنه اطلاع على تجربة سويسرا كابتشينو على جبال الألب، يعني الاطلاع على تجربة رائدة ومشروع رائد في بناء قطارات داخل جبال الألب. ممكن يجربون كابتشينو على طرف المكتب أيسر على جبال الألب، ما أوعدك. يمكن أبدا من عندي أنا وأنت على جبال الألب للطلاع على ما زالت يعني أنت تطلع عليه حتى فيرتشوال يعني. أما يخص طبعا ما يخص العمالة، كما قلت أخي علي، الحقيقة عام 1415 هجري صدر قرار مجلس الوزراء رقم 150، قرار السعودة، أنا أعتبره مشروع السعودة، قرار رقم 150 عام 1415، وكان هناك اطلاع مباشر ودراية ووعي واهتمام بموضوع السعودة ومشكلة العمالة 1415، نتكلم تقريبا قبل 18 سنة. وكانت الفكرة أنه يتم زيادة نسبة السعودة 5% سنوية، بمعنى أنه 1432 تقريبا تصبح السعودة 100% ونتخلص من العمالة. طبعا دائما وأبدا نحتاج إلى خبرات أجنبية على جميع المستويات، في الأطباء، مهندسين، حتى عمالة مستويات معينة. إلا أن الوضع الحقيقة في دول الخليج، لو أخذت الإمارات والسعودية نفس الشيء، يعني فيه مشكلة كبيرة جدا. أنا أولا أعترض أستاذ علي على موضوع الأرقام، يعني اعتراض علمي، وهو أنه يفترض أنه إذا تكلم من وزارة العمل يفترض أنه تتكلم عن حجم القوى العاملة ولا تتكلم عن السكان، بمعنى أنه نسبة العمالة الأجنبية إلى حجم القوى العاملة أكثر من 90%، هذا الرقم الذي يجب أن نتحدث عنه وليس 31%، لأنه 31% يعني رقم مقبول أو نسبة مقبولة مقارنة بأكثر من 90%، لأنه لما قلت أكثر من 90% معناه أنه في مشكلة كبيرة. لذلك يجب أن نركز على هذه النسبة وهي الرقم المهم، لأنه أكثر من 9 مليون حسب الإحصائيات الرسمية، أو ما هناك إحصائيات أكثر من 13 مليون غير العمالة الغير قانونية، والدكتور إبراهيم تحدث عن أسبابها وإلى آخره. فالمشكلة الحقيقة من ناحية الاقتصادية كبيرة جداً، النوح الأمنية وأنتم تكلمتوا عليها بشكل كبير، ناحية اقتصادية، تحويلات خارجية، الأهم الحقيقة من التحويلات الخارجية وتأثيرها على الدورة الاقتصادية. وبالتالي أنت إذا تحول 100 مليار خارج المملكة أو 200 مليار خارج المملكة، أنت تخسر سنويا 600 مليار، ما يسمى economic multiplier، يعني الريال يفترض أنه إذا كان داخل الدورة الاقتصادية، بمعنى أنت تأخذ علي مرتب في الإمارات مثلا، يفترض أنك تنفق هذا الدخل داخل الإمارات بحيث أنه يقوي الدورة الاقتصادية، هي دورة اقتصادية، وبالتالي إحنا نخسر كثير. الشيء الأهم الحقيقة من مشكلة السعودة قضية عدم وجود فرص حقيقية ونوعية لأبنائنا وبناتنا في جميع المستويات. يعني إحنا نتكلم أنه غير مؤهلين وإلى آخره، ولكن بسبب أنه التجار
للأسف يحصلوا على جميع المزايا، لا يحصلون عليها على مثلها في أي مكان في العالم. يحصلون على قروض ميسرة بدون فوائد، يحصلون على أراضي بسعر رمزية أو حتى مجانا، ويحصلون على عمالة من خارج المملكة تقريبا لا تقارن، بالتكلفة منخفضة. إذا ماذا استفدت منهم؟ يعني للأسف إنه الأرقام هذه وغياب أكثر من مرة تكلم عنها أستاذ علي التخطيط الاستراتيجي. عام 1415 كان هناك قرار مشروع السعودة رقم 150 كان يجب أن يتم إدارته كمشروع استراتيجي مثله مثل الخزن الاستراتيجي، مثله مثل تنويع مصادر الدخل. مشروع السعودة كان يجب ويجب أن ننظر إليه لأنه مشروع وطني لا يخص وزارة العمل فقط حتى نكون عادلين، أو أن هي السبب الوحيد، لا، هي جزء من المنظومة المتكاملة. وكان يجب أن يكون هناك مؤشرات وجدول زمني. للأسف نسمع من هنا وهناك، ولكن لا يوجد مؤشرات واضحة ولا يوجد جدول زمني. من سنة لسنة نجد أن النتائج تكون أسوأ وأسوأ. نعم، اسمحوا لي بس نروح فاصل بسيط، إن شاء الله يكون قصير، يكون طويل عشان الإعلانات، بس يكون قصير عشان ما تملون. فاصل ونعود لكم بعد قليل.